للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من غزه الصحفي الفلسطيني ايمن دلول. اهلا بكم ايمن الى هذه الجوله الاخباريه. يعني اقتحام جديد لباحات المسجد الاقصى، كيف ترى هذه التحركات الاستفزازيه من قبل الاحتلال؟ واضح بان قوات الاحتلال الصهيوني تحاول ان تطبق وتحكم سيطرتها الكامله على الاراضي الفلسطينيه وتتعامل كيف تشاء في الاراضي الفلسطينيه في ظل هذه الحالة من التخاذل العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية ومصارعة التطبيع من بعض الأنظمة العربية. لكن يصر الفلسطيني رغم أنه وحيدا في الميدان على رفض كل هذه السياسات القاضية إلى يعني السيطرة على الأوقاف الإسلامية في فلسطين وبخاصة المسجد الأقصى المبارك. حتى الآن الاشتباكات لا تزال متواصلة في باحات المسجد الأقصى المبارك، والمقدسيون يستنجدون بأهالي المدينة المقدسة. المقدسيون في داخل المسجد الأقصى يستنجدون بأهالي الضفة الغربية وكذلك أهالي المدينة المقدسة لكسر الإرادة الصهيونية التي بدأت باستفزاز المصلين وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المصلين في داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. نعم، استعدادات قطاع غزة لجمعة أطفالنا الشهداء ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار، ما هي الاستعدادات التي تم عملها من أجل هذه الفعالية؟ يعني الاستعدادات منذ الأسبوع الماضي وهي تسير على قدم وساق هنا في قطاع غزة. ودعنا نتحدث بأنه ما يجري في المسجد الأقصى المبارك في هذه اللحظات أعطى دفعة قوية ربما للمتظاهرين هنا في القطاع. المفترض أن المظاهرات على حدود قطاع غزة تبدأ بعد حوالي ساعة من الآن، لكن هناك المئات من المواطنين بدأوا بالتجمهر، وهناك العديد الآن يتناقلون عبر وسائل التواصل الاجتماعي خطتهم للتحرك وضرورة أن يكون المسجد الأقصى المبارك حاضرا في هذه التحركات على حدود قطاع غزة. هذا أمر. الأمر الآخر، يعني هذه المسيرات تأتي في هذه الجمعة، الجمعة 18 من مسيرات العودة وكسر الحصار، رغم عدم وجود هدنة أو إعلان وقف إطلاق نار ما بين المقاومة الفلسطينية وقوات العدو الصهيوني ورفض المقاومة الفلسطينية للموافقة على مبدأ وقف إطلاق النار أو منح الاحتلال هدنة بعد أن قام بقتل 3 من رجال الأمن الفلسطيني وحماة الصقور قبل يومين في عمق مدينة غزة وليس على الحدود بالأصل. في هذه الأجواء، الأجواء تبدو مشحونة للغاية في هذه الجمعة حقيقة، خاصة وأن طائرات الاستطلاع الحربية الصهيونية لم تغادر أجواء القطاع منذ ما يزيد عن أسبوع كامل، خاصة المناطق الشرقية والحدودية من القطاع. نعم أيمن، كيف تبدو، يعني هناك أنباء عفوا عن إغلاق جيش الاحتلال الصهيوني مداخل البلدات الكبرى الفلسطينية غرب رام الله، هل برأيك هناك ستقع الشبكات بين الجيش الاحتلال وأهالي القرية والمتظاهرين في بعد إغلاق هذه المداخل؟ يعني منطقة كوبر في رام الله قبل نحو عام من الآن كذلك خرج منها مواطن فلسطيني ونفذ عملية فدائية. منطقة كوبر الواضح بأن بينها وبين الاحتلال الصهيوني ثأر، وثأر قديم حقيقة منذ اقتحام البلدة الليلة الماضية وإحاطتها بالسواكر الترابية واعتقال العدد من المواطنين. وقعت اشتباكات حقيقة ما بين أهالي كوبر وأهالي رام الله الذين هبوا لنجدتها كذلك، يعني واشتبكوا مع قوات الاحتلال الصهيوني المقتحمة للمكان والتي كانت تقوم بعمليات عربدة في المكان وأخذت قياسات منزل الشاب منفذ العملية في يعني إجراء تمهيدا لهدم هذا المنزل. أمر متوقع أن تتواصل هذه الاشتباكات ما دام الاحتلال الصهيوني يصر على اقتحام البلدات والقرى الفلسطينية، يعني وأن يعيث فيها فسادا. بات المواطن الفلسطيني مقتنعا بأنه لا يمكن التعايش مع الاحتلال الصهيوني. هذه القناعة كانت موجودة مع شرائح فلسطينية منذ سنوات طويلة، لكن تعززت بعد فشل التسوية السياسية التي قادتها السلطة الفلسطينية وقادت القضية وأوصلت القضية الفلسطينية إلى ما هي عليه في هذه الأيام من هذه الحالة من الذل. نعم، أيمن دلول الصحفي الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.